بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كان محاضرة المرة اللي فاتت، بس قبل ما هبتدي هراجعها تاني بقى كده. نقول أهم حاجة جت فيها، نقول مثلا عايز افتح سبورة جديدة مثلا. طالما انك المرة اللي فاتت اخر جزئية في المحاضرة قال لك اعمل لي برنامج يطبع لك اسمك ورقمك على ايه، على سطر مرة وعلى سطرين. يعني مثلا عايز اطلع الشاشة السوداء بتاعتي، الشاشة السوداء بتاعتي دي، الشاشة السوداء بتاعتنا يطلع لي فيها اسمك مثلا احمد، ورقمك مثلا 2000 مثلا 20 مثلا 10. مرة يطبعهم على سطرين، ومرة يطلع الشاشة السوداء يطلع اسمك احمد 20 10 على نفس الايه، على نفس السطر. اتفقنا مع بعض كده ان احنا هنثبت، غير بس القلم، ان احنا هنثبت معانا في كل البرامج 3 سطور. ايه هما ال3 سطور دول؟ يوزنج نيم سبيس الستي دي، ونهاية السطر ده فيه سيمكولون. السطر التاني هاش انكلود، عشان زوين اي او حروف كده اسمه لتر اي او. اوت ستريم عشان الصبورة عندي صغيرة حبة. يعني السطر التالت اللي هيثبت معايا انت ايه؟ والله بس النقطة بتاعت الواي انت مين؟ قوسين فتحة الايه؟ فتحة البرنامج. ال3 سطور دول، ده وده وده، ثابتين معايا في كل برامج من اول دلوقتي لغاية نهاية الترم. طيب اللي انا عايزة انفذه ان انا اطبع احمد اي حاجه انا عايز اعملها على الـ على السكرين الخارجيه بتاعه الجهاز، هي بالنسبه لنا عمليه اوبوت. احنا اتفقنا ان احنا شغالين. طيب احنا اتفقنا ال3 سطور دول هيثبتوا معايا في كل البرامج اللي انا هشتغل فيها طول الترم. طيب احنا اتفقنا ان احنا شغالين على برنامج اسمه ايه، اسمه سي بلس بلس، او اللغه السوري اللي انا شغال عليها اسمها ايه، اسمها سي بلس بلس. عايز اعمل عمليه اوبوت، يبقى الامر عندي اللي بيعمل لي امر برنت اسمه ايه، اسمه سي، من جاي من السي بلس بلس. وعايز اعمل عملية اوت، يبقى امر عندي اسمه ايه، اسمه سي اوت. حروف اخد بالي انها كل الحروف اللي انا هكتبها هنا بتاعة الاوامر هتكون حروف كلها سمول ليتر، واحط العلامتين دول اللي انا اتفقت معاك في الفيديو ان دول هيبقى اسمهم ايه، اسمهم لبره لبره. يبقى اي حاجة انت هتطبعها على الشاشة هتحط علامة الاقل من، كأنك بتطلعها فين، بتطلعها لبره. اي حاجة انت عايز تطبع في الشاشة هتحطها داخل دبل كوتيشن. انا عايز اطبع مثلا الحالة الاولانية، الحالة دي عايز اطبع احمد، وعايز اطبع رقم احمد ده على سطرين. يبقى هعمل ايه، داخل اول سطر عندي في الاستيتمنت بتاعتي هكتب احمد نفس الكتابه اللي انت عايز تطبعها، اهو احمد. عايز الحرف الاولاني يا سيدي يبقى كابيتال لتر، اكتبه كابيتال لتر، واقفل مين، الكوتيشن بتاعتي. انا عايزاه هنا تطلع لي على سطرين، يبقى لازم اقول للجهاز بعد ما تطبع ده انهي السطر. هقولها له ازاي بقى، دي في طريقتين ان انا اقولها، اما ان انا احط بعد الكوتيشن دي احط البره لبره تانية واعمل اند ال مش اند واحد، واحط انهي الاستيتمنت اهو، مش النقطه ساعات ما بتطلعش، دي طريقه. الطريقه التانية ان انا كنت احط هنا يعني نفس السطر ده سي اوت، واحط هنا بقى ابناء في السطر ده احط سلاش ان. يبقى انا عايز انهي السطر في طريقتين، يا اما ان انا احط لبره لبره واكتب اند ال او اند لللاين، يا اما ان انا هنا ابناء في الكوتيشن دي احط سلاش ان بتأدي نفس الوظيفة انها تنهي السطر. يبقى كده الجهاز هيعمل ايه، هيطبع احمد وينهي السطر. السطر التاني هيعمل ايه، يبقى نفس الكلام، عايز اطبع سطر تاني يبقى سي اوت لبره لبره دبل كوتيشن، واطبع رقم مين اللي انت عايز تطبعه مثلا 20 10. عايز نفس الكلام، عايز انهي السطر، بس نقول مثلا ان انا عايز انهيها بطريقة تانية. هنهيها ازاي، اعمل سلاش احط ان وحط الايه الكوتيشن دي، وظيفتها ايه، سلاش ان نفس وظيفه مين، نفس وظيفه الاند لاين. ده ستيتمنت اتفقنا، اي ستيتمنت بيتحط داخل القوس الكبير ده
لازم تنهي السطر بتاعه بمين؟ بالسيمي كولون. يبقى هنا لازم احط ايه؟ احط سيمي كولون. معلش ساعات النقطة بتاعت السيمي كولون بتتحطش. خلاص كده البرنامج خلاص خلص. هنقول هلو شكرا. هنقول شكرا ازاي؟ هقول له ريتيرن لمين؟ ريتيرن للزيرو. ده زيرو دي حتى مسافة اهو. ريتيرن هنا ودي زيرو. ده ستيتمنت ما زلت احط فين؟ في اخره مين؟ السيمي كولون. بس القوس اللي انا فاتحاه انزل تحت اقفله بايه؟ بقوس تاني. يبقى البرنامج ده عمل ايه؟ البرنامج ده طبع لي اسمي ورقمي على ايه؟ على سطرين. كنت انا عايزه بقى اطبعهم في سطر واحد. هغير ايه؟ بص بقى كنت هغير ايه؟ اعملها بالاستيكه، شيل الاستيكه، ولا نغيرها بالاحمر اهو. ايه اللي كان هيتشال عندي؟ كنت هشيل دون اهو 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 هيتشال. كنت هشيل ده. شلت مين انا بقى؟ شلت الحاجات اللي كانت بتقول للبرنامج بتاعي انهي السطر. شلت مين؟ اند لللاين، وشلت سلاش ان. كده الجهاز هيعمل ايه؟ سي اوت احمد، سي اوت احمد، هتطبع زي ما هي، مش هينتهي السطر، هيطبع ورا منها مين؟ ال 20 ايه؟ ال 20 ال 20 20 10 في سطر واحد. واضح؟ دي اهم حاجه جت المحاضره اللي فاتت. دي اهم حاجه جت المحاضره اللي فاتت، ان انا فهمت ان انا السطر دون، وعرفنا وظيفتهم بقى بالتفصيل المره اللي فاتت. وهذا السطر وهذا السطر هيثبتوا معايا في كل البرامج في نهايه لغايه نهايه الترم. وان كمان اي حاجه، اي سطر هيتكتب جوه البرنامج هنهيه بيه السيمي كولون في الاخر. وان بدايه البرنامج بفتح قوس بالشكل ده واحط قوس بالشكل ده. وكمان اتعلمت كمان ايه تاني؟ ان انا لازم انهي البرنامج وشكرا، اللي هي ريتيرن لمين؟ ريتيرن للزيرو. النهارده بقى هيطلب مني حاجه تانية. النهارده قال لي ايه بقى؟ انا عندي متغير اسمه ايه والقيمه بتاعته 3، وعندي متغير تاني اسمه بي القيمه بتاعته 2. عايزه اوجد حاصل جمع الاي زائد مين زائد البي. تعالوا نشوف الكلام ده الجهاز هيتعامل معاه ازاي. الجهاز هو جهاز كمبيوتر. طيب ماشي، بما انه جهاز كمبيوتر اكيد هو منظم. هيعمل بقى فكره عمل الجهاز الكمبيوتر ده هيعمل ايه؟ تخيل كده انت، تخيل كده ان هو متقسم من جواه كانه يونتس. كل يونتس من دول ما هي اللي عباره عن درج، مثلا درج مكتب. ما نرسمه بطريقه تانية احلى من كده. تخيل انا حاجه عامله زي كده، درج المكتب بتاعي. الدرج الاولاني ده هيروح ويديله اسم. هيديله اسم ايه هو؟ هيديله اسم، اسمه هيسميه ايه؟ الدرج التاني هيسميه اسمه ايه؟ اسمه البي. طب حصل عملية جمع الاي والبي، يحطهم جوه درج تالت، دي اي اسم انت بقى. هيسميه هو ايه؟ هيسميه سي. يبقى كده اول حاجة الجهاز عملها، تخيلت ان هو الذاكرة بتاعته او مخه كده منظم زي مخنا كده، كل حاجة داخلة في بعضيها. لا هو منظم، الكمبيوتر يعني حاجة منظمة. طب منظمة يعني بتعمل ايه؟ يعني كل حاجة بتتم فيها بشكل دقيق. طب هو عشان يمشي بشكل دقيق يعمل ايه؟ انا هاخد الفاريبل الاولاني، هروح عندي في مكان في الذاكرة عندي، هديها اسم اسميها ايه، ومكان تاني مختلف اسميه بي، واحط لسه محطتش انا سميت بس، ومكان تالت للمتغير اللي هو هياخد مين حصل العملية الحسابية اللي انت عايز تنفذها. طيب عايز يديها القيم بقى، هيديها القيم ازاي؟ هيروح للدرج دون ويفتحه بره اهو، فتح الدرج ويحط جوه منه القيمة بتاعته. هيحط هنا جوه البي ايه؟ هيحط جوه البي القيمة اللي مقدارها 2، ويفتح الدرج التاني ده ويحط جوه منه القيمة بتاعته اللي مقدارها كام؟ اللي مقدارها 3. خلاص كده احنا متفقين اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو عنده الادراج بتاعته او اليونتس بتاعته، هيروح لليونت الاولانية يديها اسم ويحط القيمة بتاعتها، يروح اليونت التانية يديها اسم ويحط القيمة بتاعتها، ويونت تالتة جديدة هيعمل بيها العملية الحسابية لو عايز ايه، لو عايز ينفذها. طيب ماشي كده الجهاز عندي عمل ايه؟ كده الجهاز عندي خلاص بقى عارف المكان باسمه، وفتحه وحط جوه منه مين؟ وحط جوه منه القيمة. المكان التاني باسمه ورقمه وحط جوه منه القيمة، والمكان التالت
اسمه عشان هو اللي هيقوم بعملية الايه الحسابية. طيب السي عنده هتساوي ايه اصلا؟ هتساوي حاصل جمع المتغير ايه مع المتغير مين؟ المتغير بي. طب الكلام النظري اللي انا قلته ده ايه ترجمته في الجهاز؟ ايه ترجمته او هو بيتنفذ ازاي في الجهاز؟ هيتنفذ كما يلي: ال A وال B وال C يسميهم ايه اصلا؟ هنسميهم دول variable identifier. جه اسمهم منين بقى انهم variable identifier؟ جه اسمهم منين؟ مش دول اصلا already variable؟ وكلمة identifier دي معناها ايه؟ معناها معرفات. يبقى هو كان عنده متغير رقمي كان مقداره 3 ومقداره 2، بقى بالنسبة له ايه؟ بقى بالنسبة له ده variable identifier. عشان يقدر يعرف ال variable ده لازم يديله اسم، سماه في الحالة بتاعتنا سماه ايه، وسماه بي، وسماه ايه، وسماه سي. يبقى الحروف اللي انا قلتها دي هي عبارة عن ايه؟ دي اسمها variable identifier، المعرفات بتاعت اي متغير انت هتستخدمه. هيفضل ثابت معاك، اي حاجة انت هتستعملها مع الجهاز ما ينفعش تقول له 3، ما ينفعش تقول له 2. هتقولها له ازاي؟ انك تسمي الرقم ده او تسمي القيمة اللي انت عايزها دي اديها اسم. طيب سابك كده وقال لك يلا سميها اي اسم؟ لا، قال لك بص بقى عشان تسمي اسامي هشترط عليك مجموعة من الشروط. ايه هي الشروط بقى دي؟ هحاول اقولهم بالترتيب. قال لك بص يا سيدي، حط الاسم اللي انت عايزه حروف كده من اول كده السبورة لغاية اخرها، بس هشترط عليك ما تحطش ما بينهم سبيس. يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل متغير كده مثلا اسميه احمد مثلا، محمد، مش عارفة ايه، محمود، علي. طالما كلهم حروف في سطر واحد ملزوقين في بعض مفيش مشكلة، صح؟ انما لو انت جيت عملت لي كده بقى، قلت لي احمد وخدتك بقى كده وسبت لي مسافة وقلت لي ايه، قلت لي محمد، في الحالة ده بقى ده ينفع يبقى variable identifier؟ ما ينفعش في الحالة دي. ايه غلط؟ يبقى حط حروف زي ما انت عايز، انما خلي الحروف بتاعتك تكون ايه، تكون كلها لازقة في بعضيها مفيش ما بينها سبيس. ماشي. بعد كده هقول لك كمان، بص بقى انا عايزاك تبتدي ال variable بتاعك ده بحرف. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابتدي برقم؟ لا، ما ينفعش ابتدي برقم. يعني ممكن اعمل ايدنتيفاير اسميه مثلا مثلا امين، اسميه مثلا امين. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. انما ينفع اعمل ايدنتيفاير اسميه اتنين مثلا امين؟ ما ينفعش. ده ينفع ده ما ينفعش. ده ما ينفعش ليه؟ عشان ابتدى بايه؟ ابتدى برقم. يبقى الحروف بتاعتك بتاعت الايدنتيفاير حروف لازم ابتديها، سوري، لازم ابتديها بايه؟ ابتديها بحروف. طيب هل معنى كده ان الحروف بتاعتي عشان كل مره اكتب الايه كابيتال يبقى لازم الحرف يكون بتاعك كابيتال؟ لا، مش شرط. ممكن اعمله كده، ممكن تكتبها بالشكل ده، تكتبها كده امين اهو، ولا اي حاجه شغاله معايا صح برضو. يبقى اهم حاجه عندي ان انا ابتديها بحرف، ما ابتديهاش بايه؟ برقم. حاجة تانية كمان قال لك بص انا مش هقبل اي رمز يتحط في الايدنتفاير بتاعي. يعني كل الرموز اللي عندك الجهاز بيعملها زي ايه مثلا؟ الرموز زي مثلا الجمع، مش عارفة، الضرب، دولار ساين، الهاش، الستار، الماينس، كل السيمبلز اللي عندك اللي موجودة في الجهاز كلها مرفوضة، ما ينفعش تتحط. قال لك بس انا هديك براحة، انا هديك رمز واحد بس ممكن تستخدمه. ايه الرمز ده؟ الاندر سكور، اللي هي الشرطة اللي تحت. يعني الرمز الوحيد اللي بيقبله في الايدنتفاير هو مين؟ الاندر سكور. بيتعامل معاك كانه حرف. يعني معنى كده ان انت ممكن تحط لنا هنا ايدنتفاير في الاسم الفاريبل ايدنتفاير اندر سكور في الاول، اه صح مش غلط. ممكن يتحط في النص، صح مش غلط. ممكن يتحط في الاخر، صح مش غلط. يبقى الرمز الوحيد، الشرط الثالث، الرمز الوحيد الرموز كلها مرفوضه باستثناء مين؟ باستثناء الاندر سكور. الاندر سكور الرمز الوحيد اللي انا هقبله معايا واستخدمه في الفاريبل ايه؟ في الفاريبل ايدنتفاير. طيب ايه تاني؟ حاجة بقى المهمة ان انا عندي اصلا كلمات الجهاز خدها قبلي، سماها reserved word او بيسميها الكيوردز. دي معناها ايه؟ افتكر قلناها المحاضرة اللي فاتت. دي كلمات الجهاز بيفهم منها وظيفة معينة ما ينفعش ناخدها. قلنا المرة اللي فاتت افتكر قلت الانكلود وقلت الانبوت اوت ستريم، وخلينا كده ماشيين. انا عندي صفحة كاملة كده يجي مثلا 70 كلمة، خلينا ماشيين كده مع بعض متفقين. اي كلمة انا حديها لك طول الترم
تفهم منها وظيفة خلاص خلاص اعمل لها في الابديت في الداتا في الذاكرة بتاعتك كده انها خلاص بقت كيورد. يعني كده مبدئيا هضيف للكلمات، هضيف كلمة مين؟ السي اوت. السي اوت دي مش جهاز بيفهم منها وظيفة، يبقى ما ينفعش اعمل ايدنتفاير، ما ينفعش اروح اسمي درج من الدرج اسميه سي اوت. ينفع اسمي درج من الدرج سي اوت؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه السي اوت ده؟ عشان السي اوت دي كلمة من كلمات الكيوردز، او كلمة من الكلمات اللي الجهاز بيفهم منها وظيفة معينة. يبقى انت شغال بلغة معينة، شوف ايه الكلمات اللي الجهاز بيفهم منها حاجة، ما تستخدمهاش ابدا كفاريبل ايه، كفاريبل ايدنتيفاي. اللي انا قلتهم دول اهم الشروط. هي التريكات كلها، يعني في سؤال كامل بيجي على الجزئية بتاعة اختيار الاسم ده، سؤال كامل بجيب لك مجموعة كلمات وانت تشوفها محققة الشروط اللي انا قلتها دي ولا مش محققة. هقولها في امثلة هتيجي في السلايد، هتجيلي امثلة كتير جاية في لما نوصل للسلايد هتجيلك امثلة كتير. بس عايز نرجع تاني للمشكلة اللي متحلتش، انا لسه محلتش المشكلة اللي عندي. احنا كل اتفقنا عليه، نرجع تاني للرسمة. احنا كل اللي اتفقنا عليه لغاية دلوقتي ان انا قلت ان انا كان عندي الادراج، الدرج اللي انا سميته ايه، والدرج اللي انا سميته بي، والدرج اللي انا سميته سي. فتحت ده حطيت فيه القيمة بتاعته، وفتحت ده حطيت فيه القيمة بتاعته. في معلومة تانية لازم الجهاز يعرفها. ايه المعلومة التانية لازم الجهاز يعرفها؟ نوع الداتا اللي انت هتضيفها، نوعها ايه الداتا دي. كده مبدئيا الداتا اللي موجودة على وش الارض كلها ممكن تكون ايه، ممكن تكون ايه، ممكن تكون ايه الداتا؟ ما هي الداتا كده نظريا يا اما هتكون ارقام نمبرز، يا اما هتكون حروف ورموز كاركترز او سيمبلز. يعني انواع الداتا اللي عندي كلها، يعني عمرك ما هتلاقي داتا في الدنيا مختلف عنها ارقام او حروف ورموز. طيب الارقام دي سابها كده بس ولا قسمها؟ قال لك لا يا سيدي، انا عندي الارقام دي بتتقسم هي كمان. هيقسمها ايه؟ هيحط لها كذا تقسيمه. هيقول انا عندي ارقام صغيره، عندي في الاول كده عندي ارقام، او في الاول كده انا عندي ارقام اصلا ارقام صحيحه، هيسميها انتجر نمبر. انا عندي ارقام صحيحه دي اللي هي الارقام اللي معهاش رقم عشري كسري بعد بعد البوينت. يبقى عندي ارقام صحيحه وعندي فلوتنج بوينت نمبر اللي هي الارقام رقم صحيح ومعاه جزء ايه، جزء بعد البوينت، ارقام عشريه بعد البوينت. طب الانتجر دي قسمها هي كمان، قال لك عندي ارقام صغيره وعندي ارقام كبيره. الارقام الصغيره هتاخد لها تعريف، وارقام الارقام الكبيره هتاخد تعريف تاني انتجر، والارقام الصغيره انا عارفك دايما اتعامل ارقام الارقام كلها بوحدها ان انا استخدم انتجر. اصل هتيجي في الامثله ان انا هقول لك الارقام الصغيره دي هديها تعريف يا اما هديها تعريف سي اتش اي ار ارقام صغيره، التفريعه التانية بتاعه الارقام انا هعرفها طبقا لطول الرقم. هقول مثلا ممكن اقول شورت انتجر، يا اما انسايند انتجر، اعرف اقول شورت انتجر مثلا. هقول الكلام ده في المحاضره بالظبط السلاسل لما تيجي ان شاء الله، يا اما انسايند انتجر، يا اما هقول انتجر بس بتكلم عن الرقم ذات نفسه. فلوتنج بوينت برضه هيقسم، هقول انا عندي برضه ارقام بعد العلامه العشريه بعد ديسيمال بوينت، كم رقم بعد العلامه العشريه؟ هيقسمها تقسيمتين ثلاثه كمان ممكن. التقسيمه الاولانيه لغايه 6 ارقام بعد العلامه العشريه هحط لها اسم اسميها فلوت، معلش اضبطها، يا اما لو هي بعد العلامة العشرية ارقام اكتر من 6 ارقام هيحط لها تعريف دبل. طيب ايه التأثير بتاع الاسم اللي انت هتحطه ده؟ التأثير بتاع نوع الداتا، انت لما بتحدد للجهاز نوع الداتا اللي انت هتدخلها له او انت هتديها له، هو بيحجز مكان في الميموري بتاعته. لو انت هتحط رقم صغير هو خلاص بيقولك انا خصصت في الميموري بتاعتي مساحة صغيرة. لو انت قلت له شورت انتجر هو هيخصص في الميموري بتاعته بس مساحة صغيرة بقدر 2 بت. لو انت قلت له برقم كبير هيخصص مساحة اكبر، هيخصص لها مساحة قد ايه؟ 4 بيتس. طيب ايه التأثير؟ يحصل حاجة لو انت قلت للجهاز لرقم مثلا كنت هتدخل زي الحالة بتاعتنا دي 3، او هتدخل 2 ارقام صغيرة، وكتبت اديتها تعريف انها انت لكنها رقم كبير، وقلت له انت للايه،
ايه التأثير اللي عندي؟ هو في الحالة دي طريقتك انت هيخصص لك مساحة كبيرة، هيخصص لك 4. الجهاز هيفرق معاه حاجة؟ مش هيفرق معايا حاجة. التأثير هيبان لو انت مختار نوع الداتا ده غلط في البرامج الكبيرة، لان انت كل ما تخصص مساحة اكبر في الذاكرة بتاعتك البرنامج اصلا عندك بيبقى بطيء. انا في البرامج بتاعتنا الصغيرة دي مش هيفرق معايا حاجة، هيشتغل معاك البرنامج تمام، مفيش اي مشكلة. طيب نرجع تاني نفتح سبورة جديدة. يبقى انا كده خلاص عرفت ان انا على انهي اساس هختار ال A ك variable identifier، ونوع الداتا اللي احنا هنحطها اختارها ازاي. يبقى انا عندي ال A، طبقت ال5 شروط. طبقت ال5 شروط. القيمة اللي انت عايز تحطها عدد صحيح ولا عدد عشري؟ عدد صحيح، يبقى حدله تعريف كعدد صحيح. نسينا بس نقول اخر حاجة، لو كانت في السلايد اللي قبلها لو كانت حروف او رموز التعريف بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى سي اتش اي ار. يبقى اقولهم تاني اهو، نقولها تاني بالتفصيل. عندك عدد صحيح، ده اللي انا هستخدمه طول الترم. عندك عدد صحيح، يبقى التعريف بتاعك هيكون انت. يبقى هستخدم الانت كنوع الداتا في حالة الارقام الصحيحة. عندك رقم كسر او ارقام عشرية زي ما انت عايز، لو رقم كبير او رقم صغير. لو رقم صغير حد التعريف بتاعي فلوت. عندي رقم كبير حد التعريف بتاعي دب. عندي رموز التعريف بتاعي هيكون سي اتش اي ار. اخد بالي بس الحروف دي كلها سمول لتر، كل الحروف اللي انا هستخدمها اتفقنا هتكون كلها حروف ايه؟ سمول لتر. اخد بقى الكاركتر، الرمز اللي انت هتستخدمه تحطه داخل سنجل كوتيشن وتكتب اسمه، مثلا كاركتر مثلا للايه احطه داخل ايه؟ داخل سنجل كوتيشن. يبقى الحروف بس بتاخد مين؟ بتاخد السنجل ايه؟ السنجل كوتيشن. طيب تعالوا نقول مثال. لو انا جيت قلت لك ما هو المقصود بالسطر ده، what is the meaning of int مثلا دل x equal 4، ايه المقصود؟ السطر ده كده الجهاز فهم منه، الجهاز فهم منه 4 حاجات. 4 ولا 3؟ 3. فهم منه 3 حاجات. ايه هما بقى ال3 حاجات اللي الجهاز فهمهم؟ اول حاجه تعال نشوف ال3 حاجات اللي هو في الجهاز استفادوا منه. اول حاجه انت عرفت له الداتا. طيب نوعها ايه الداتا؟ طيب في الحاله دي نوعها ايه؟ نوعها انتجر. يبقى نوع الداتا اللي الجهاز هيشتغل عليها هتكون ايه؟ انتجر او عدد ايه؟ عدد صحيح. تاني معلومه استفادها الجهاز الفاريابل ايدنتيفاير. اسم الفاريابل عندك اسمه ايه؟ اسمه اكس. يبقى الفاريبل ايدنتيفاير عندي اسمه ايه؟ اسمه اكس. دي المعلومه رقم 2. المعلومه رقم 3 الانيشال بوينت، او بيسميها لترال فاليو، القيمه الابتدائيه بس بتاعه المتغير اكس كان كام في الحاله دي؟ كان قيمته كام؟ 4. يبقى السطر ده انت لو كتبته في البرنامج الجهاز فهم منه كام معلومه؟ فهم منه 3 معلومات. طيب ما زلت انا لسه ما حلتش المشكله. مشكله المتغير A اللي كان بيساوي 2، والمتغير B اللي كان بيساوي 3، اللي انا عايز اجيب حاصل جمعه. عايز اجيب حاصل جمعه، نكتب السطور اللي احنا متفقين عليها من الاول. حاول صغر خط عشان الشاشة تكفي. اتفقنا في الاول هكتب using name space، ده كلمة واحدة يوزنج نيم سبيس كلمة واحدة. واخد بالي انها كلها حروف سمول لتر، معلش لو حرف طلع مني كابيتال بس هي كلها حروف سمول لتر. اس تي دي سيمي كولون دي النقطة بقى، اخد انتوا بالكم منها، انا ساعات بتحط وساعات ما برضاش احطها. السطر التاني هاش انكلود، قوسين زاويين اي او ستريم او انبت اوت ستريم، والسطر اللي بعد كده انت مين قوسين فاضيين. يبقى انا حسبت في ال3 سطور اللي انا اتفقت معاكم عليهم يوزنج نيم سبيس اس تي دي سيمي كولون هاش انكلود انبوت اوت ستريم او اي او اس تي ار
EAM وقفلة القوس الزاوي، وانت عندي مين؟ انت للمين، وافتح القوس بتاع البرنامج. كم متغير هنا عندي؟ كم variable identifier انت محتاجه في البرنامج ده؟ انت محتاج 3. ليه 3؟ لان انت عندك 2 variable جايين في السؤال، و variable التالت اللي انت هتستخدمه عشان تطلع بيه القيم. طيب ال A عندي equal كام؟ equal 2. يبقى نوع الداتا في الحالة دي ايه؟ رقمي. يبقى التعريف عندك هيكون ايه؟ هيكون انت، عشان هي integer عدد صحيح. هقول له انت عندي، قسم مسافة بقى، متغير اسمه ايه، افتح الدرج، احط علامة اليساوي، حط جوه الدرج دي قيمة مقدارها كام؟ مقدارها 2. ده statement، انهي الستيتمنت بتاع بالايه؟ بالسيميكولون. السطر اللي بعديه لمين؟ لاختنا البي. اخلي بقى المره دي البي مثلا 3.5. ها بقت في الحاله دي مش عدد صحيح، هيجي معايا التعريف، هيمشي معايا التعريف بتاع الانت، مش هينفع التعريف بتاع الانت. هديها تعريف انها رقم عشري، هقول لها ايه؟ فلوت للمتغير عندي اسمه بي، اللي قيمته بكام؟ اللي قيمته بتلاتة، 3.5. وقف الستيتمنت بتاعتي بالايه؟ بالسيميكول. اختنا السي بقى، انت عايز تجمع 2 وكام وتلاتة ونص، هتطلع الاجابة كام؟ تطلع الاجابة 5.5. يبقى في الحالة دي نوع الاجابة بتاعتك دي، انت بتجمع عدد انت مع عدد فلوت، يبقى الاجابة لازم تطلع لك عدد ايه؟ تطلع لك عدد فلوت اصلا، ما انت بتجمع عدد صحيح مع عدد عشري. يبقى الاجابة عندك هتكون ايه؟ مين اللي قوي بقى؟ مين اللي هيطلع القيمة كلها؟ هي الفلوت. لو انت عايز تهمل الارقام العشرية دي خلاص كنت حدله انت، كان ساعتها هيطبع لك الخمسة بس. لكن عايز اطبع الاجابة زي ما هي بالظبط، يبقى حد تعريف ايه؟ هقول له فلوت عندي لمين؟ لمتغير اسمه السي، اللي بيساوي ايه بقى؟ السي ده حاصل جمع الايه بلس مين؟ بلس البي. خلاص كده الجهاز خلص اللي عليه، خد قيمة الايه وخد قيمة البي وجمعهم وحطهم في السي. عايز يعمل ايه بقى دلوقتي؟ هو عايز يطبع الاجابه، عايز يديك الاجابه في الشاشه السوداء بتاعتك. انت عايز شكل الاجابه تطلع عامله ازاي؟ مثلا ادي الشاشه السوداء بتاعتك، انت عايزه مثلا يقول لك مثلا result equal، ويكتب هنا القيمه قدامها، ولا عايز يكتب result وتحتها يكتب لك القيمه؟ زي ما انت عايز، زي ما هتعمل الامر بتاع السي اوت. مثلا انا عايزاه يطلعوا في نفس السطر، هكتبها ازاي؟ نوسع بس الدنيا عندي بس عشان ما اتزنقش اهو. هقولها له ايه؟ هقول له سي اوت. السي دي اسمه الليتر، بس هو انا عندي دايما السي شكلها بيطلع زي كابيتال، بس هي السي اوت حروف كلها الاربعه دول اسمه الليتر. وهعمل لبره لبره دبل كوتيشن الكلمه اللي انا عايزه اطبعها، كلمه مين؟ كلمه ريزلت اهي. عايز الحرف الاولاني يطلع لي كابيتال ليتر ريزلت. واقفل مين؟ واقفل. عايزه يساوي، احط يساوي اهو، مش عارف نفسي حاجه اهو. واقفل الكوتيشن، يبقى كده انا بقول له اطبع لي كلمه ايه؟ result equal. في نفس السطر عايز احط مين؟ اطبع قيمه السي. بصوا احط البره البره واحط السي من غير حاجه، من غير ما احطها داخل كوتيشن. لو كنت حطيتها داخل كوتيشن كانت هتطبع لك الحرف بتاع السي، حطيتها بس من غير حاجه يبقى انا عايز اطبع الفاليو بتاع الفاريبل اللي عندي، اللي هو مين؟ القيمه بتاعه الفاريبل مين؟ سي. عايز انهي السطر؟ هنهي السطر ازاي؟ اهو واند عندي لمين؟ اند عندي لللاين. كده خلاص، شكرا جزيلا. نخلص ايه البرنامج؟ خلاص خلص. طبعا نقطة هنا مش عايزة تتحط. اقول له شكرا ازاي؟ انا اقول له ريتيرن لمين؟ ريتيرن للزيرو والسيمي كولون، واقفل القوس بتاع ايه؟ بتاع البرنامج. النقطة دي صعبة. خلاص كده بشكل سريع وموجز، انا نوع الداتا عندي كانت رقمية 2، حطيت نوع الداتا عندي انت. الفاريبل عندي كان اسمه ايه؟ حطيت ايه. قيمته كانت كام؟ قيمته كانت ب2. عملت السطر الاولاني، عملت السطر الاولاني ونهيته بالايه؟ بالسيمي كولون. الفاريبل التاني عندي هو البي، قيمته ب3. نوع الداتا هنا كانت 3.5، مش هينفع معايا الانت عشان هي عدد صحيح ومع عدد عشري. يبقى اديت التعريف بتاعي فلوت، يبقى عملت الفلوت الفاريابل اللي اسمه بي، اللي قيمته بكام؟ اللي قيمته ب3.5. السي عندي انت عايز تجمع قيمه انت مع قيمه فلوت، يبقى العدد هيطلع عندك ايه؟ عدد صحيح ومعاه جزء عشري. يبقى لو انت كتبت التعريف بتاعي انت كان هيهمل مين في الحساب؟
كان هيحمل الرقم العشري عشان ما يهملوش، وياخدوا معاه في القيمة في الإجابة اللي هيطلعها يبقى حد التعريف بتاع حصل عملية الجمع ان هو ايه، ان هو فلوت. يبقى هقول له فلوت لمين؟ فلوت للسي اللي بتساوي مين؟ حصل جمع الاي زائد البي. بعد ما خلص عايز يطبع الإجابة في الشاشة السوداء، اتفقنا؟ انا عايز اطبعها في سطر واحد. هطبعها ازاي في سطر واحد؟ المحاضرة الأولانية، المحاضرة الأول محاضرة خالص خدناها كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول أي حاجة انت عايز تطبعها احطها داخل دبل كوتيشن واكتبها بنفس الكتابة اللي عايزة تطبع. عايزة اطبع الحرف الأولاني كابيتال لتر، هكتب الحرف الأولاني كابيتال لتر، هكتب result equal وبعدين لبره لبره، واكتب بقى اسم المتغير اللي هو عايز يطبعه. وعايز يطبع الفاليو بتاع مين؟ عايز يطبع الفاليو بتاع السي، هكتب له ايه؟ السي بس من غير حاجة. عايز انهي السطر هعمل لبره لبره واند مين؟ اند لللاين. ده شكل في كتابة البرنامج. في شكل اسهل بقى، بصوا في شكل اسهل بقى من كل الكلام ده كله. بصوا كان ممكن عملتها ازاي. صاحبة كده صبورة، انا هفضل محتفظة بس بالايه، بالديباج اللي عندي. بصوا مثلا ان انا بدل ما اقعد اكرر نوع الداتا هقول نوع الداتا دي هقولها مرة واحدة. مثلا هقول له كده بقى، بص بقى انت عندك انت، انت عندك انت متغير عندي اسمه ايه اللي هو قيمته باتنين. مش هنا نوع الداتا عندي للايه هي الوحيدة اللي انتجر، خلاص يبقى هي هتاخد سطر لوحدها. يعني ماشي، مين بقى اللي زي بعضيهم؟ البي والسي هما الاتنين ارقام عشرية، يبقى تعريفهم هيكون ايه بقى؟ دول هيكون فلوت. هكتب كلمة فلوت مرة واحدة بدل ما كانت مرتين، هقول له فلوت لمين؟ للبي اللي بتساوي 3.5، وفي نفس السطر احط كومة بس، احطه مين؟ ودي السي بقى اللي بتساوي ايه؟ حاصل جمع الايه بلس مين؟ بلس البي. الطريقه دي وفرت لك ايه؟ وفرت لك سطر. في برامج كبيره عندك ساعات بيكون عندك نوع الداتا زي بعضيه، بيكون عندك مثلا 10 متغيرات ارقام، كنت تحطهم كلهم في نفس السطر. اكتب بس نوع الداتا في الاول واحط الفاريابلز اللي عندي كلها، بس احط في النص بين كل واحد والتاني، بين كل فاريابل والتاني ايه، كومه عاديه. تمام. في حاجه كنت فاكره عايزه اقولها، ممكن افتكرها قدام. ماشي. وامر الامر الاوتبوت هيطلع معاك زي ما هو من غير تغيير. طيب انا عايزه بقى دلوقتي نجيب بقى السلايد عندكم PDF. طيب هحاول امشي معاكم كده نفس الكلام اللي احنا قلناه بقى، قول النظري بتاعه ليه مفترض في الفايلز اللي عندكم في على القناة دي المفروض المحاضرة التانية. هيبتدينا في الاول يقولك ان انا عندي اصلا متغيرات في البرنامج اللي كنا عملناه المحاضرة اللي فاتت اللي كان عايز يحسب بيه المرتب. كان متغيرات، كان عنده ايه؟ كان عنده عدد الساعات فاكرين، وكان عنده بياخد كام، وكان عنده المرتب بتاعه، يعني كان عنده عدد الساعات اللي اشتغلهم، والريت بتاع كل ساعة هيدفع هياخد عليها كام، والتوتال اللي هو ايه، والتوتال اللي هو هياخده. وقال لك بص دول كانوا هما المتغيرات اللي كانوا عنده، وده في الحالة دي كان التعريف ايه ده، علشان كانت القيمة عندي رقم صحيح وبعد من العلامة العشرية رقم كبير، فادى التعريف الحالة دي ايه، ادى التعريف الحالة دي دبل. قعد يشرح بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت، الاساس بتاع اختيار الايه، اختيار الفاريبل، وقال لك ان الهدف بتاعها انه يفضل حاجز مكان للداتا اللي هيدخلها. وقال لك ساعتها ان هو اختار دبل علشان ايه، الاساس اللي هو اختار بقى اساس ان هو كان عايز يحط بعد البريسيشن يعني الرقم اللي هو بعد العلامه العشريه كام رقم، بعد فلوتنج بوينت ارقام كتير، فاستخدم في الحاله دي ايه، استخدم في الحاله دي التعريف دبل. وقال بقى قاعد يشرح لك يقول لك دي في الحاله دي متغير، ده هيسميه هيقدر يعرف المتغير ده ان هو يجيب له حاجه اسمها ايدنتيفاير، فسماها الفاريبل ايه، سماها الفاريبل ايدنتيفاير. وقال لك ان هو جزء من البرنامج. طب كله كلام نظري نفس اللي احنا قلناه. ايوه يهمني بقى من اول هنا، مش كنت بقول لكم انا عندي كده 70 كلمه، هم دول ال70 كلمه، دول اللي بيسميهم ايه، دول بيسميهم الكيوردز. دي كلها كلمات الجهاز سبقك وخدها
فما ينفعش انت تاخدها منه. خلاص كل كلمة من دول الجهاز بيفهم وظيفة معينة بيها، مثلا الاف هناخدها بعد كده بيفهم منها وظيفة، حط كونديشن. الفلوت احنا اتفقنا ده نوع من انواع الداتا. ايه تاني مثلا دخلناهم لغاية دلوقتي؟ ايه الالس برضه بيفهم منها حاجة، الدو بيفهم منها حاجة. الحاجات البديهية السي اوت والسي ان دي كلها مش كاتبها من هنا، بس انت خلاص انت عارفها اوريدي، ما ينفعش تاخدها. انما هو جمع في كوردز الكلمات اللي ليها وظائف، كلمة بتعمل وظيفة معينة، مثلا الاند ليها وظيفة معينة عنده، الكونتينيو، الديفولت، الديليت، كلها كلمات هو بيعمل بيها وظيفة معينة. بالاضافة بقى الكلمات اللي احنا ثبتنا في اول محاضرة اللي هي كانت انكلود، انبوت، اوت، ستريم، الريتيرن، كلها كلمات برضه ما ينفعش استخدمها، لانها بالنسبة للجهاز هي ايه؟ ريزيرفد وورد، كلمات الجهاز خدها قبليك، ما ينفعش انت ايه انت تاخدها. طبعا ما تحفظوش، بس انت اي كلمه انا هحددها لك واقول لك ليها وظيفه خلاص انت حطها كده في الذاكره بتاعتك انها بقت خلاص بقت كيوردز. يعني ما تحفظش الكلمات دي، يعني مش هقول لك حاجه ما خدتهاش، هنثبت كده بس الحاجات اللي انا هاخدها معاك. مثلا هاخد برضو السويتش هنستخدمها، الفور هنستخدمها، الكاركتر دي اتفقنا معاك لسه هناخدها. ايه تاني يا ربي؟ الاف اتفقنا معاها، الانت اكيد ده موجودة بس انا مش هقدر اشوفها يعني، والديفولت هناخدها، وكونتينيو هناخدها، البول هنقولها دلوقتي. يبقى انت خلاص اي كلمة انا هحددها طول الترم وهتعرف لها استخدام هتحطها خلاص انها في الذاكره بتاعتك بقت كيوردز، ما ينفعش تاخدها كايه كفاريبل ايدنتيفاير. قال لك بقى خد بالك بقى انت ممكن تستفيد بقى ان انت تخلي الاسم ده حاجه انت تستفيد بيها، يعني تحط الاسم مثلا درجه الميد تيرم مثلا، فاسميها ايه مثلا ميد تيرم جريد، مثلا عايز تعمل متغير رقم الطالب تخليها ستودنت نمبر، كلها كلمه واحده. فقال لك دايما يعني عشان ما تلخبطش خلي الاسم ده حاجه ليها دعوه بالحاجه اللي انت عايز تدخلها، يعني هنا خلى ايتمز اوردر الكلمه دي، هو فعلا هو الفاليو اللي جايه دي هي رقم مين او هو ترتيب مين، هو ترتيب الايتمز اللي عنده، بس خلاها دايما زي ما احنا متفقين انها تكون كلمه واحده ما تفرقش بينهم بمسافه، حطهم كلمه ايه كلمه واحده. يعني بيقول لك راعي يعني نصيحه ليه منه، يعني بيقول لك خلي البيربوس بتاعك بتاع الفاريبل ده قريب من الاسم اللي انت ايه اللي انت هتختاره للفاريبل ايدنتيفاير، مش شرط يعني مش قاعدة. كمل بقى، هو قعد يشرح الشروط كلها زي ما احنا اتفقنا. ممكن ابتدي بالاندر سكور، اهي الاندر سكور موجودة. قال لك عادي ممكن تبتدي بالابر واللور كيس عادي، ما عندوش اي مشكلة. قال لك ايه تاني؟ قال لك ما تبتديش بالارقام، قال لك ممكن تبتدي بالاندر سكور. كل الخمس شروط اللي احنا قلناهم نظري في البداية هو جمعهم لك هنا. طيب يجي لك بقى شوية كلمات دي زي اللي بيجي في الامتحان، اجيب لك انا كلمات كده وانت تشوف حققت الشروط ولا محققتهاش، من غير ما تغش بقى، من غير ما تبص على الـ هي محققة ولا لا، لان انا بجيبها لك واقول لك هي محققة ولا لا او ليه. طيب توتال سيلز محققة الخمس شروط؟ اه ما فيهاش اي حاجة، مية مية في اي حاجة، في اي مشكلة الكلمة دي ولا اي حاجة، يبقى الكلمة دي صح شغالة صح ما فيهاش اي مشكلة. توتال سيلز الغريب اللي فيها بس ظهر معايا رمز الاندر سكور، الاندر سكور ده فيه مشكلة ولا اي حاجه؟ ده الرمز الوحيد اللي مقبول، يبقى الكلمه دي عندي ايه الكلمه دي صحيحه valid، ممكن استخدمها كايه كايدنتيفايرز عندي، يبقى دي صح مفيش اي مشكله. total sales بس فرق لك بمين، في رمز ظهر عندي هو النقطه، النقطه دي سيمبل صح، احنا اتفقنا ان انا السيمبلز الوحيده اللي شغاله معايا واقدر استخدمها يمين بس الاندر سكور، يبقى دي بقت غلط. وظهر غلط ليه؟ عشان ظهور مين السيمبل بتاع اللي هو مين اللي هو النقطه. هنا بدأ بإيه؟ قالك أربعة مش عارفة إيه، تي اتش كوارتر مش عارفة إيه سيلز، دي تنفع ما تنفعش؟ هي سقطت في أول اختبار، هي بدأت بالإيه؟ بدأتش بحرف، بدأت بإيه؟ برقم، يبقى دي غلط. وغلط ليه؟ عشان ابتدت بالإيه؟ ابتدت بالرقم. يبقى أنت تكتبها لي كتاب أقول إنها بيجان مثلا بديجيت، يا مش هقول لي بس المشكلة كانت فين. هنا آخر مثال معايا قالك توتال سيلز ظهر عندك رمز الإيه الدولار ساين، يبقى دي صح ولا غلط؟ هي صحيح بدأت بحرف وفضلت ماشية حروف كابيتال وسمول مفيش مشكلة، انما في نهاية الكلمة حط لك ايه سيمبلز مرفوضة اللي هي مين اللي هي دولار ساين، يبقى دي اترفضت علشان ظهور مين السيمبلز اللي عندك اللي هو بتاع الدولار ساين. هيكمل لك برضه يجيب لك امثلة تانية. على فكرة الامتحان بيجي مثلا جزئية كبيرة على
سؤال كبير بيبقى عليه درجة كبيرة، اللي هي دي، اللي هي ان انا اجيب لك مجموعة variable identifiers وانت تشوف هي محققة الشروط ولا لا، تنفع ولا ما تنفعش. طيب هنا دي day مش عارفة off week في اي حاجة، دي بدأت ما شاء الله بدأت بحرف، مش اي مشكلة، ما فيهاش اي رموز، ما هيش keywords، يبقى دي سليمة تنفع صح. اللي بعدها سألت اول اختبار بدأت بتلاتة، تلاتة مش عارفة دي جي ار جراف مش عارفة ايه، يبقى دي ما تنفعش. طب ما تنفعش ليه؟ عشان ابتدت بالرقم. هنا ده بدأ بالاندر سكور وقال لك امبلوي مش عارف اندر سكور نمبر، في اي مشكلة دي ولا اي حاجة؟ دي صح، بدأت اهو، بدأت باندر سكور او بدأت برقم او بحرف يبقى صح، بدأتش برقم، بدأت بالاندر سكور اللي هو بيعامل معاملة الحروف. هنا بدأ كتب لك جون 1997، بدأ بايه ده؟ بدأ بحرف كابيتال، في اي مشكلة ولا اي حاجة؟ شغال معايا، يبقى بالفاريبل ايدنتيفاير صح. الرقم اخر وحطه متأخر، دي في اي حاجة ولا اي حاجة؟ دي صح، مفيش حاجة. اللي بعدها ماشي، ابتدى بحرف، ماشي، فضل ماشي حلو وجميل. ظهر عندك مين السيمبلز اللي هي مين، اللي هي علامة الشباك والهاشتاج، دي هتعمل في ايه؟ خلت الكلمة دي بقت غلط عشان ظهور السيمبل اللي هو مين، اللي هو الهاش. تمام، الأسئلة بقى كتير بقى تيجي على الجزئية دي، ممكن اجيب مثلا كلمة من كلمات الكيوردز واقول لك دي ما ينفعش عشان كده، عشان هي كيوردز. هيبتدي بقى هنا يعرف لك بقى حاجة، عندي حاجة اسمها كونستانت. انا كل الامثال المثال اللي حليناه لغاية دلوقتي كنت بقول لك انت عندك ال A وعندك ال B، كانت القيمة بتاعتهم دي قد قيم متغيرة، دول كانوا variable. طب افرض انت عندك حاجة عايز تثبتها، انا عايز اثبت طول البرنامج بتاعي القيمة بتاعت ال A تفضل طول عمرها في البرنامج ده باتنين، هتثبتها ازاي؟ انك تستخدم كلمة A كونست، CONST، لو انت استخدمتها هتحطها وتحط ورا منها نوع الداتا وبعدين الاسم. لو المثال ده خلاص كده الجهاز هيفضل مثبت ال variable اللي اسمه تاكس ريت بالقيمة دي، مش هيغير. لو حب يغيرها كان هيشيل كلمة ايه؟ كلمة كونست. ان هو عايز ما يغيرهاش لازم يكتب كلمة ايه؟ CONST، ويكتب نوعها ويكتب اسمها. تاني حاجة لازم يراعيها، مع كتبت كلمة كونست هتثبت، لازم تبقى الحروف بتاعة ال variable identifier كلها حروف كابيتال لتر، ما ينفعش تكتب small letter ك variable identifier. يبقى الشرط بتاع الكلمة اللي انت هتثبتها او متغير عايز تثبت قيمته، اكتب كلمة CONST بداية كلمة constant اول كام حرف، اول 5 حروف منها، وكمان تخلي الاسم بتاع ال variable بتاعك كلها حروف كابيتال لتر. كده المتغير اللي عندك ده هيفضل ثابت خلال البرنامج كله، مش هيتغير. طب تعالوا نشوف المثال ده. هنا المثال ده اهو هيثبت متغيرين عنده، في الغالب انا بثبتهم، يعني في الغالب هي عندك القيمة بتاعة الباي، او انا قلت لك احسب لي الاريا بتاعة الاريا بتاعة السيركل مثلا، هيثبت معايا قيمة الباي. فالسطر ده هنثبته هستخدمه على طول. لو انا قلت لك احسب لي الاريا بتاعة دايرة بتاعة سلندر، اي انت اي برنامج عندك او اي عملية حسابية هتستخدم فيها الباي، هكتب كونست دبل للبي اي كابيتال لتر بالقيمة بتاعتها 3.14 كاملة بقى، قيمة كاملة 1415 ايه 5.9. كمان هو في البرنامج ده ثبت، بس ممكن كنت ما ثبتش، هو ثبت بقى، بس عنده هو ثبت الديامتر بتاع الداير. هو هنا كان عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب المحيط بتاع الداير، يبقى هيثبت مين؟ الباي طول عمرها فعلا ثابتة، هو كمان من عنده ثبت الايه الديامتر. هيقول بقى المحيط اداله تعريف اسمه ايه، اداله تعريف دبل، جاب الدبل دي منين؟ خلاص هو عنده قيمة دبل وقيمة ايه، قيمة تانية دبل، يبقى القيمتين دول هي المحيط بيساوي ايه، محيط الدايرة بيساوي ايه، بيساوي الباي في الايه في الدامتر. يبقى عشان يجيب القيمة بتاعة المحيط هيجيبها ازاي؟ هقول الفاريابل اللي عندي اهو بيساوي البي اي اهو في مين؟ في الديامتر. عايز يطبع الإجابة بتاعته هتطلع الإجابة بتاعته عاملة ازاي؟ هو عايز يطلع كلها في سطر واحد، هيكتب داخل دبل كوتيشن مش عارفة ايه ايه اللي بره لبره بتساوي مين المتغير اللي هو مين، هذا المتغير. عايز ينهي السطر بتاعه هيعمل ايه؟ اند لللاين. الإجابة هتطلع شكلها عامل ازاي؟ ده الخرج اللي هو كان حاطه بالأزرق تحت، ده اللي هيطلع له في الشاشة السوداء، سطر واحد والقيمة اللي طلعت بعد ما ايه، بعد ما حسب. ده مثال، ملاحظين اهو الـ3 سطور اللي احنا اتفقنا عليها مكتوبين في الاول اهو. سيبكوا بقى من اللي انا شاورت عليها دي، مش هذه، هذه
اللي في الاول ده احنا اتفقنا ده عبارة عن ايه؟ ده كومنت، حاجة اللي متخشش الجهاز ما بيستخدمهاش، ده كومنت في الاول كده. هو بدأ بسلاشين اهو، كتب لك شرح بس البرنامج، مش داخلين معايا، مش ثابتين، مش ممكن ما تكتبهاش. اللي ثابتين اللي هم الانكلو هاش بين، ممكن تلخبط الترتيب يعني، ممكن احط ده قبل ده عادي مش مشكلة. يبقى هاش انكلود انبوت اوت ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي، والانت مين دول ثابتين معايا في كل الايه، في كل البرامج. وانهى البرنامج ما تنسوش شكرا، بنقولها له ان احنا نقول له ايه، ريتيرن للزيرو. طيب بعد كده هيتكلم على ايه برضه؟ قعد يتكلم كتير على ال على نوع ال عنده variable. ماشي ان احنا اتفقنا، والname والداتا خلاص ماشي. انت هنا عندي نوع الداتا هيكون عدد صحيح، والاسم عنده هو اختاره هو ايه، هو item. طيب نشوف المثال بقى. لو هيقوله هيبتدي بقى المثال بتاعه، هيقول ايه؟ قال لك this program has a variable، البرنامج ده فيه variable، variable واحد بس. ال variable ده هيكون نوع ايه؟ هو variable هيكون رقمي. يبقى هيعمل int، ال variable هيسميه number، ال number ده عملها هو على سطرين، هو كان ممكن حطها فوق يعني، كان ممكن كتبها كده، هو كان ممكن كتبها كده مرة واحدة يعني. number equal نفس السطر equal 5 زي ما احنا عملنا البرنامج بتاعنا، انما هو كده ربنا فتحها عليه عملها على سطرين، لما كان ممكن هو عملها على سطر واحد، وكان عمل int لل number equal كام؟ equal 5. هيطبعها ازاي؟ هقول لك the value is، هو الشكل اللي هو عايزه يعني، the value in number is مش عارفه ايه هو ال number، يطلع على شكل الاجابه عامله ازاي اهو. الحاجه اللي دخلت double quotation اهي، اللي جوه double quotation اهي، هتنزل تطبع زي ما هي. number اتكتبت من غير حاجه، من غير quotation يعني، هيطبع ال value بتاعتها، مش يطبع الكلمه بتاعت number، يطبع ال value بتاعتها اللي هي كانت بكام، اللي هي كانت بخمسه. ده طبع مين؟ طبع ال value اللي هي الخمسه بتاعتي، وكتب end للline، عشان كده السطر بتاع البرنامج ايه، خلص على كده. الليترال دي معناها قيمة متغيرة، زي اللي احنا قلنا كده، ايه بتساوي 2، بي بتساوي 3، كلها قيمة متغيرة، قيمة ابتدائية يعني، كأنها قيمة ابتدائية. نقولها مثلا هنا، مثلا القيمة الابتدائية دي ممكن تكون حروف، ممكن تكون أرقام. لو هي حروف هتكتب زي دي مثلا، هلو، وحط كوما، وحط زير، دي قيمة ابتدائية بس نوعها ايه، نوعها ستيرنج يعني، مع نوعها حروف، هي هتكون حروف هنا قيمة ابتدائية، انما في الحالة دي هي ايه، رقمية. طلع بمثال، بتهيألي هيجيب لها مثال اهو، جاب لها مثال هنا. قال لك هنا عنده ايه بقى؟ هنا عنده قيمة ابتدائية ل variable. طيب هيعرف نوع الداتا عندي رقم صحيح، ال variable هنا عندنا اسمه ايه، اسمه ابل. قال لك ايه؟ قال لك الابلز بتساوي كام؟ بتساوي ال20، ال20 دي قيمة ابتدائية ليه بس. هيطبع ازاي الاجابة بقى؟ هو هيحط مثلا today we sold، الكلمة اللي هتنزل زي ما هي، today we sold كذا، ماشي، الكلمة هتنزل زي ما هي. ابلز حطها من غير، من غير double quotation يعني، عايز يطبع ال value بتاعتها اللي هي كانت كام، اللي هي كانت ال20. هيطبع لك هنا كام؟ هيطبع لك هنا القيمة اللي عنده اللي هي ال20. هيكمل بعد كده bushels of apples و slash n، الكلمة الدخل كتب الداخل double quotation معناها الكلمة دي أو الجملة دي هتطبع زي ايه، زي ما هي. انهى السطر في المرة دي، انهى بسلاش ايه، استخدم السلاش، السلاش ان. كلها دي اشكال للطباعة يعني، اشكال طباعة الايه، البرنامج بتاعك. ما قالش حاجة جديدة، كل الكلام اللي انا بقوله ده كل الكلام اللي هو اتشرح في الاول، في اول نص ساعة. يجي بعد كده الجدول اللي بنقول عليه، اللي هو انواع الداتا اللي احنا قلناه، قلنا نوع الداتا من شويه، قلنا نوع الداتا عندي هتكون ارقام او رموز، واتفقت ان الارقام عندي يا اما هي ارقام صحيحه او ارقام عشريه. هنا بقى المثال ده او الجدول ده معمول للارقام الايه، الارقام الصحيحه. قال لك بص يا سيدي، عندك الارقام الصحيحه اللي هو بسم الله ما شاء الله عملهم كام نوع، 1 2 3 4 5 6، 6 انواع. ايه اللي بيتغير في كل نوع من دول؟ المساحه اللي هو بيخصصها فين، في الميموري بتاعته. الشورت اتفقنا هخصص لها مساحة صغيرة اللي هي ايه، اللي هي الاتنين، هي والانسايند شورت يعني، القصيرة، الارقام القصيرة هيديها كلها ايه، كلها كلها 2 بايتس، دي المساحة اللي هتحجزها في الايه، في الميموري. انما بقيت الاربع انواع اللي تحت دول كلهم حجزوا كام؟ حجزوا 4، فكلهم قضوا نفس الوظيفة. فعشان كده انا خدت مين، قلت لو انا عندي رقم صحيح هثبت على الايه، على الانت، لو عندي عدد صحيح وصغير يعني حسبت على الشرط. في الغالب انا ما بجيبش صغير يعني، في الغالب ان انا بستخدم الارقام الصحيحه دايما يعني، بنسبه 99 من 9 من 10 هو مين، هو الانت.
اللي هيخصصلك مساحة قد ايه في الذاكرة بتاعتك، هيديك مساحة 4 بايتس. بس خد بالي بقى ان الكلمات دي كلها خلاص انت بقت بالنسبة لك كيوردز، مينفعش انت تاخدها، خلاص الجهاز خدها. بعد كده قاعد يتكلم ايه برضه، هو نفس الكلام برضه، قال لك انت للينس، انت للويتس، انسايد، انت للاريا، كل هنا عادي يعرف لك متغيرات. عندي المتغيرات هنا رقمية ارقام صحيحة اسمها لينس، ومتغيرات رقم صحيح للويتس، وانسايد انت للاريا قال لك برضه هيكون رقم عندك متغير اسمه اريا. قال لك بص يا سيدي، ممكن تكتبهم انت كلهم في سطر واحد، قال لك ده وده نفس النوع، فهيديهم تعريف انت، فكتب انت لسه قايلها من شوية برضه، قلنا انت للينس، وحط هنا في النص ايه كوم عادية، وحط الويتس، حطهم في سطر واحد عشان هما الاتنين كانوا ايه، كانوا انت. اللي اختلفت عنهم اللي هي الاريا دي، نزلها في ايه، في سطر ايه، في سطر لوحدها، ده يعني المفيد اللي هو عايز يقوله في السلايد دي. المثال ده قالك هيعمل ايه، عندك كذا نوع من انواع الارقام الصحيحة، لو عايز يعمل ايه، عنده عمل ارقام صحيحة، عنده تشيكينج ماشي، ارقام صحيحة، وعنده المايز هتبقى ارقام صحيحة، واللونج ديز ارقام صحيحة، كلها ارقام هتكون اعداد صحيحة ما فيهاش ديسمال بوينت. قالك بقى القيمة بتاعة التشيكينج دي هتكون ماينس 20، والمايلز دي حاساها مش عارفة 4276 مش عارفة ايه، والديز هتكون عدد الايام كذا. طب شكل الطباعة هتكون عاملة ازاي؟ بصوا بقى هنا قالك we have made a long journey of حاجة موجودة داخل quotation، ممكن مثلا اخصص مثلا هنا نحطها كده مثلا، وشكل الاجابة هتطلع في الحتة دي، نشوف كده هتطلع عاملة ازاي. انا هاخد السطر ده كله اللي محطوط داخل ال double quotation، هيطلع عندي فين؟ هيطلع عندي في الاول ماشي، طبع زي ما هو، هينزل السطر ده زي ما هو فين، في الشاشة السود. بعد كده البره، البره هتطلع مايلز، حطيتها جوه كوتيشن ولا حطيتها من غير كوتيشن؟ حطيتها من غير كوتيشن، يبقى عايز يطبع مين القيمة بتاعتها. المايلز عندك كانت بكام؟ 4000 مش عارفة 276، يبقى بعد ما هيطبع السطر ده هيطبع 4276، هينهي السطر. في اي حاجة هنا بتقول لك انهي السطر، السطر ده مفيش، نزل في اللي تحتيه قال لك مايلز نقطة سلاش ان، يبقى هو عايز يعمل ايه بقى؟ عايز يكتب الكلمة بتاعت مايلز، عايز يكتبها عشان كده حطها جوه مين، جوه كوتيشن. يبقى بعد ما هكتب الرقم ده هكتب الكلمة بتاعت مايلز، هنهي السطر ولا مش هنهي السطر؟ هنهي السطر عشان هو حطلك مين، حطلك سلاش ان. يبقى السي اوتين الاتنين دول طلعت الإجابة بتاعتهم سطر واحد شكله عامل كده. ننزل لتحتيهم عندك برضو جملة مفيدة طويلة كده محطوطة جوه داخل دبل كوتيشن، اللي هيحصل نفس الجملة المفيدة دي هاخدها زي ما هي هتنزل عندك في الشاشة السوداء، هيكمل بعدها يقول لك كاتب كلمة شيكينج محطوطة جوه كوتيشن ولا مش محطوطة جوه كوتيشن، مش محطوطة يبقى هاخد القيمة بتاعتها. القيمة بتاعتك عندك كانت كام؟ كانت بتاعت الشيكينج دي كانت كام؟ كانت -20، يبقى هكتب الرقم اللي هو -20. في حاجة هنا بتقول لك انهي السطر، مفيش، انزل للسي اوت اللي تحتها قال لك ايه، قال لك سلاش ان، يبقى خلاص بقى سي دي انهي السطر، خلاص يبقى السطر ده خلص كده. انزل في السطر اللي تحتيه واكتب كلمة ايه، اكتب كلمة about، يبقى هنا هينزل في السطر اللي تحتيه يقول لك ايه، هنا يقول لك كلمة about اهي، لان كلمة about دي محطوطة جوه ايه، جوه quotation. about days بقى ظهرت من غير quotation، يعني القيمة ولا الكلمة من غير quotation، يعني القيمة، القيمة بتاعت days كانت كام؟ كانت الرقم الكبير ده 1 مش عارفة 8 9 3 0. انا مش بترجم الكلام اللي هو كاتبه. بعد كده days ago محطوطة داخل double quotation، يبقى الجملة المفيدة دي هتنزل تطبع زي ما هي، فين تطبع؟ هنا اهو زي ما هي بالظبط، تطبع هنا اهو. في اي حاجة بتقول لي انهي السطر، مفيش لسه، انزل اترجم تحتها see out مش عارفة stood on this spot، يبقى اخد الجملة المفيدة دي كلها كده هنزلها فين، هنزلها هنا اهو في نفس السطر. بعد ما هتنزلها هتلاقي حاطه لك سلاش ان، يبقى بعد ما تخلص يا سيدي هتنهي الايه، هتنهي السطر بتاعك. ايه بقى الاكسرسايز ده عمل ايه؟ بترجم الكلام اللي هو كاتبه ده في الشاشة السوداء، انت بقيت انت الجهاز، هو مديك السؤال وانت بترجم الكلام اللي موجود عنده تحوله للخارج هيطلع فين، في الشاشة السوداء. هنشوف الحل بتاعه، محلهاش طيب خلاص مش مشكلة، محلهاش، هو حلها فين الحل اللي انا حليته لكم ده؟
برضه هنا عمال يتكلم عن اللترة اللي هي القيمة الابتدائية. القيمة الابتدائية هنا عنده كانت ب15، مفيش جديد، ده جديد، ده جديد. برضه هنا بس عمال يقولك كان عندي متغيرات كتير، مش حاسة في فرق بين دي وبين اللي قبلها، هي هي تقريبا يعني، مش حاسة في اي حاجة جديدة عايزة يضيفها. اهي الخارج اهو، ولا ده برنامج تاني؟ لا ده برنامج تاني. طيب برنامج ده عايز يعمل ايه؟ طيب برنامج ده هنا عندي، بصوا بقى، عندك عمل عرف نوع الداتا ارقام صحيحة لكم متغير، 3 متغيرات هما الفلورز والرومز والسويت، وداك القيمة بتاعتهم، هم عرفهم. بصوا عملها ازاي، شكلها ازاي. عرفنا في الاول الفاريبل ايدنتيفاير، الثلاثة اللي عنده دول، قال في الاول هديك التعريف بتاعهم في سطر، ونزل تحت اداك قيمة كل واحدة، شكل كل واحد شيء يكتب البرنامج بشكل يريح. قال لك الفلور قيمتها بكذا، والرومز قيمتها بكذا، والسويتس قيمتها بكذا. ينزل بقى يلعب في الشكل بتاع الطباعة. بص قال ايه بقى، قال سي اوت ذا جاردن هوتيل هاز، اللي هيحصل دي معناها ايه، ان انا نفس السطر ده كده هينزل معايا في الاول زي ما هو، بعد كده فلورز ظهرت من غير كوتيشن، يعني القيمة بتاعتها، يعني بعد ما تطبع السطر ده تطبع قيمة الفلورز اللي هي بكام، اللي هي 15، محطوطة جوا كوتيشن كلمة فلورز، يبقى يطبع كلمة ايه، كلمة فلورز. هينهي السطر ولا مش هينهي السطر، حط سلاش ان يبقى ينهي الايه، ينهي السطر، السطر هينتهي. السطر ده تحت منه كتب كلمة with، اكتبها زي ما هي، نزلتها زي ما هي، ليش؟ ان هي محطوطة جوه كوتيشن، ورا منها رومز من غير حاجة، رومز من غير حاجة يعني الفاليو بتاعت الرومز. الرومز عندي بكام؟ الرومز عندي ب300، يبقى السطر التاني هكتب كلمة with والفاليو بتاعت الرومز، وبعدين هيظهر عندك داخل دبل كوتيشن رومز اند، محطوطين جوه دبل كوتيشن، يبقى الكلمة دي هطبعها زي ما هي، هتنزل بعد الفاليو بتاع الرومز دي، هاخدها واحطها فين، احطها هنا اهو. طيب السويس بقى ظهرت جوه كوتيشن ولا من غير كوتيشن؟ من غير كوتيشن، يبقى عايز يطبع الفاليو بتاعتها اللي هي بكام، اللي هي ال30. نزل في اي حاجة بتقول له انهي السطر، لا ما لسه ملهاش السطر، قال لك بعد ما تخلص اكتب لي كلمة ايه سويت، يبقى يكتب كلمة، بيكتب يونت يعني 30، ورا منها اكتب ايه، الصبورة خلصت، الصبورة اتملت ما شاء الله، يبقى بعد ال30 هنا اكتب بعد ال30 هيكتب كلمة ايه، كلمة سويتس، معلش مش مكفية الدنيا اتملت معايا. طيب تعالوا نشوف اللي احنا عملناه صح ولا لا، تعالوا ننزل نشوف تحت الشاشة السوداء اهو، ذا جاردن هوتيل هاز مش عارفة ايه، اهي نفس ما احنا عملنا، نزل دي منين اهو، السطر ده نزله اهو، كلمة فلورز يعني كان عايز الفاليو، الفاليو بتاعت الفلور كانت 15 اهو، نزل القيمة بتاعت الفلور اهي 15، بعد كده دخل الكوتيشن لقى كلمة فلورز، يبقى هياخد كلمة فلورز ينزلها زي ما هي، نزل زي ما هي سلاش ان، يبقى انا هالسطر ده اهو خلص، السطر ده على كده، السطر اللي تحتيه كلمة ويز نزل زي ما هي، بروز كلمة رومز من غير كوتيشن يعني عايز القيمة بتاعتها، رومز كانت بكام، 300، اما كاتب 300، وراها كتب روم اند، رومز اند محطوطة جوه كوتيشن هتنزل كلمة زي ما هي، هينزل زي ما هي. بعد كده عنده ظهرت كلمة سويت، السويت دي من غير كوتيشن يعني الفاليو بتاعتها، كانت الفاليو بتاعتها بكام، ب30، هيطبع كلمة 30. بعد كده ظهر كلمة الان، يبقى كده احنا الحمد لله تمام، شغالين ايه، شغالين مظبوط. طيب يجي بعد كده بقى يتكلم شوية عن لما يكون نوع الداتا رموز او حروف، يعني ممكن نوع الداتا عندك تكون اي حرف، او ممكن تكون نوع الداتا عندك ايه، تكون رمز، يعني الرموز عندك اللي هي الرموز اللي احنا مخصمينها دي ما تنفعش كداتا ك variable identifier، بالنسبة لك دي التعريف بتاعها لو انت هتستخدمها هتكون ايه، CHAR، يعني ساعات انا بطلب منك تعمل لي برنامج اللي هو التقديرات الجريد بتاع الطالب، اللي هي ال A minus ال D plus ال B plus، ال plus ده بالنسبة لك رمز، في التعريف بتاعه هتديله تعريف ايه في الحالة دي، CHAR، وهيقول لك كمان حط الرمز بقى ده جوه ايه، جوه single quotation، يعني هنا عنده الرمز بتاعه كان حرف اللي هو حرف السي،
واسم الفاريبل في الحالة دي هو ايه؟ هو لتر. هيدي التعريف بقى ايه؟ هيقول انا عندي نوع الداتا في الحالة دي كاركتر، بحول سي اتش اي ار، اسم الفاريبل اسمه لتر، القيمة بتاعها بتساوي كام؟ بتساوي السي. دي بتحجز مساحة صغيرة، يعني سي اتش سي اتش اي ار دي ميزتها بس انها بتحجز مساحة صغيرة قد ما اقدرها ايه؟ 1 بايت. هيفضل ماشي بقى ويقول امثله كتير عليها بقى، امثله عليها زي الايه، كل الحروف يعني بحطها جوه ايه، جوه سنجل ايه، جوه سنجل كوتيشن. هنا بقى مثال اهو، قال لك مثال عنده نوع الفاريبل كاركتر، يبقى هو عنده نوع الداتا هتكون حرف او رمز، اسم الفاريبل في الحاله دي اسم الفاريبل ايدنتيفاير، الفاريبل ايدنتيفاير في الحاله دي اسمه ايه؟ اسمه ريتر، ونوع الداتا داتا تايب. داتا تايب لو انا جبت لك سؤال نوع الداتا في الحالة دي هتقول لي هي كانت كاركتر، عايز يطبع بقى الخارج بتاعه هيقول له خلاص اللتر دي بتساوي الايه، هيطبع ايه بقى؟ قايل لك لتر من غير كوتيشن، يعني يطبع مين؟ يطبع الفاليو بتاعه، هيطبع مين؟ هيطبع الايه، مش القيمة بتاعة اللتر دي هي الايه، هيطبع الايه، انهى السطر خلاص هينتهي السطر على كده. السطر اللي تحتيه عرف متغير تاني اسمه البي، عايز يطبع قال لك اطبع لي الليتر، كتبها من غير كوتيشن يعني يطبع الفاليو بتاعتها اللي هي مين، يطبع له البي صح كده، واند المين واند اللي اهو اللي احنا ماشيين صح ولا لا، او الشاشة الزرقاء بتاعتنا بتقول اهو الخارج بتاعي فعلا طبع الايه اهي، عشان كنت بقول لك الليتر. خد بالك هنا بص، كتب ليتر وكتب ليتر، يعني شوف كتبت مرتين، انما هنا في الحالة الاولانية طبعت حرف الايه، وفي الحالة التانية طبعت حرف المين، حرف البي. ليه حصل كده؟ بالترتيب بقى، عشان هو رتبها، قال لك لتر الاولانيه اول لتر هتقابله هي مين؟ هي لتر بتاعه الاي، وهنا اول لتر هتقابله هي لتر بتاعه مين؟ بتاعه البي. يعني خدتوا بالكم؟ عشان كده احنا متفقين ان انا الفاريبل ده فاريبل، حاجه متغيره، حاجه بتثبتش معايا، لو كنت هثبتها كنت لازم اكتب قبلها كلمه ايه؟ كونست. عشان كده احنا متفقين ان الفاريبل ده اسمه فاريبل، حاجه بتتغير معايا خلال البرنامج. يعني هنا الليتر مرة كان سوت الايه، وهي هي نفس الكتابة سوت مرة الايه، سوت البي. في الحالة الاولانية لو انت عايز تطبع القيمة الاولانية ليها لازم تكتب امر السي اوت وراها على طول مباشرة، متأخرهاش، يبقى احط القيمة وراها اطبها عشان يطبع لي الايه، احط القيمة وراها مباشرة ايه اطبعها، يعني الترتيب. خد بالك السيكونس بتاع البرنامج، الترتيب الاوردر ده فرق معايا، يفرق معايا في البرنامج. هنا عمل ايه؟ برضو عرفها هنا انها حرف، هنا بس كان عايز يقول لك مش احنا اتفقنا ان انا عندي الكاركتر دي بتاخد حروف ورموز، هي بتاخد حروف ورموز وبتاخد ارقام صغيرة كمان، يعني متغير كاركتر ده بياخد حروف ورموز وبياخد ارقام صغيرة، هو استخدمها هنا عشان كرقم صغير، عشان دي رقم صغير. طيب انا هقف بقى كده لغاية السلايد اللي هي 29، شوف 30 دي ايه، مش 30 مش حاجة، برضو عمال يتكلم على الـ على الستيرينج لما يكون حروف. بس في الحالة دي لو انت هتستخدم حروف في البرنامج بتاعك بس، هتفتح كتاب هاش انكلود وهتضيف كلمة ستيرينج، ده انت هتستخدم variable في الحالة دي هتستخدمها حروف ما هيش أرقام. خلينا بس الجزئية دي ممكن أقولها بالتفصيل المرة الجاية. طب خلاص كده أنا هقف النهاردة كده، عشان بقى احنا قعدنا الساعة، عشان يتفضل لكم وقت تعملوا ال exercise بتاع النهاردة. طيب أنا هخليكوا تعملوا ايه النهاردة؟ هخليكوا تعملوا ايه؟ أنا عايزاك تكتب لي بقى ده ال exercise اللي انت هتلاقيه في الفورم، بس أنا بشرحه عشان متقعدوش تسألوا كتير. أنا عايزاك تعمل لي برنامج هيعمل ايه؟ ماشي، هيحسب الاريا، انا عايز احسب الاريا، الاريا بتاعت السيركل، انا عايز احسب الاريا بتاعت السيركل، معلش انا عندي اكتب ظروف صعبة، عايز احسب الاريا بتاعت السيركل في حالة لما كان الراديوس ايكوال 3. عايزة بقى شكل الإجابة، عايزة شكل الإجابة نخليها شكلين ولا شكل واحد؟
عايزة شكل الإجابة يطلع لي بقى كده. area equal يطلع لي القيمة، وخلي مثلا دي كانت سنتيمتر، يطلع لي جنبها الايه اليونت. يبقى بصوا بقى، انا عايزة مديك الراديوس 3 سنتي، عايزاك تحسب لي الاريا بتاعت السيركل. عندك دايرة مش عارفة السيركل الراديوس بتاعها ايكوال كام، ايكوال 3 سنتي. انا عايزاك تحسب لي الاريا بتاعتها، عايز شكل الاجابة تطلع لي كده. اريا في سطر ايكوال، ينزل تحتها يطبع لك القيمة اللي طلعت له، وعايزاه يطلع لي كمان اليونت بتاعت الاريا، تطلع لي سنتي. والشكل التاني لو فضل معاكم وقت انا عايزاه يطلع لي بقى كده، يكتب لي اريا وقيمتها والسنتيمتر معايا في نفس الايه في نفس السطر. السنتيمتر بتاعها ايه في نفس السطر، ده اللي انتوا هتلاقوه السؤال اللي هتلاقوه في الفورم. يبقى انا عايزه شكل الاجابه مره يطلع على سطرين، ومره على ايه على سطر واحد. والبرنامج ده تافه، بس انت هتستخدم، خد بالك بقى، انت كده هيبقى عندك كام فاريبل وكام كونستانت. البرنامج ده مفترض كده هيبقى فيه فاريبل واحد بس اللي هو بتاع الراديوس، وكام كونستانت عندك، هيبقى عندك كونستانت واحد اللي هو بتاع الباي اللي قيمته هتلاقيها في الصيادات. برجع كده، 1 مش عارف 3.1 1.9 1.94، ارجع بص تشوفوها في القيمة بتاعة الباي. انا في الامتحان هبقى اجيب لك انا القيمة بتاعة الباي برضه. نفس الكلام زي ما عملنا في المحاضرة اللي فاتت، هتعمل لي ابلود في الفورم للسكرين شوت بتاعك، للكود وللايه للبرنامج ده، والكود والبرنامج ايه والبرنامج ده، اللي هتغير تغيير بسيط طبعا. خلاص اتعلمتوا ازاي تطبعوا الحاجة على سطر وازاي تطبعوا على سطرين. يلا بالتوفيق.